بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن يا إخواننا تعلمون أنني بدأت بسلسلة عن المرأة بإذن الله تعالى ننهيها قريبا حتى نعود لسلسلة رحلة اليقين. لكن هنا محطة مهمة قبل متابعة سلسلة المرأة. يعني ضروري أن تعرف الأخت المقبلة على سماع هذه السلسلة ما الذي تتوقعه منها. أعتقد كثير من الأخوات جايات وفي بالهم كثير من المشاكل متوقعات مني أن أحلها لهم. يمكن يعني أخت تقول أنا أبي يظلمني، زوجي لا يحترمني، أخي يتسلط علي، نظرة المجتمع لي دونية إلى آخره. شوفي يا أخواتي، أنا هذه السلسلة عملتها لكم لا عنكم، طبعا لغة لازم تكون لكن لا عنكن، لكن علشان نسهل الخطاب نخليه تلقائي وقريب. سلسلة المرأة لكم مش عنكم. أنا هنا لست لأخاطب الرجال أن عليكم أن تنصفوا المرأة بكذا وكذا وتعاملوها بالشكل الفلاني. الخطاب للرجال يسير في مسار موازي لمسار حديثنا عن المرأة. زي ما تكلمت مثلا في حلقة ندى تشتكي لعائشة اللي عملناه كتيب أيضا نشرناه لكم، لما تكلمت عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أم عائشة رضي الله عنها في مقابل التعامل السيء لبعض الأزواج مع زوجاتهم. لكن هذه السلسلة التي بدأنا بها هي خطاب لك أختي المسلمة، أيتها المرأة وأيتها الفتاة المسلمة. لأنه إخواننا وأخواتنا مشكلة المرأة تحتاج تفكيكا، مشكلة المرأة تحتاج تفكيكا لأنها معقدة بتعقيد مشكلة الأمة الإسلامية عموما. نحن بنقول المرأة يعني نص الأمة الإسلامية، فمش مش حتحل مشكلتها بمعزل عن مشكلة الرجل، بل وبمعزل عن مشاكل الأمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و و و فلازم يكون هناك خطاب للرجال والشباب وخطاب للنساء والفتيات نتعاون فيه على حل مشكلة الأمة، مش كل واحد فينا يفكر من زاويته فقط. أنا في هذه السلسلة يا أخواتي أسير بطريقة ندرسها في الجامعة ضمن مساق العلاجات ثيرابيتكس، اسمها هذه الطريقة العلاجية اسمها Cognitive Behavioral Therapy CBT، ومن هنا جئنا بالعنوان المرأة والCBT Cognitive Behavioral Therapy، العلاج المعرفي السلوكي، وهو فرع علاجي مهم معترف به عالميا ويدرج ضمن الجايدلاينز يعني الإرشادات العلاجية كخيار أول لعلاج كثير من الظواهر كالقلق والاكتئاب والفوبيا وغيرها. وهذا CBT مفيد لكل إنسان طبيعي كمان إذا فهمه وطبقه. أنا بصراحة لما تعلمت مبادئ CBT وجلست مع مختصين في هذا المجال في العلاج المعرفي السلوكي أنا شخصيا استفدت كثيرا. الآن ما فكرة هذا العلاج؟ هو علاج لا دوائي. فكرته أن الإنسان لديه أفكار تؤدي إلى مشاعر، وهذه المشاعر توجه السلوك. إذن فكرة، شعور، سلوك، تمام؟ نحن من خلال تعديل الأفكار الخاطئة نغير شعور الإنسان تجاه نفسه والناس من حوله وتجاه خالقه سبحانه وتعالى، لنحل أفكار إيجابية وتصورات صحيحة محل الخاطئة والسلبية. هذا يؤدي في المحصلة إلى راحة الإنسان وانسجامه مع بيئته وتعامله مع مشاكله بشكل صحي وهادئ ومطمئن. وسبحان الله لما أستعرض الأركان الأساسية للعلاج المعرفي السلوكي أجد أن الخطاب الشرعي في الكتاب والسنة يحقق كل ما يحققه هذا العلاج وزيادة، والله وزيادة يا جماعة. فكرة هذا العلاج لخصها سيد قطب رحمة الله عليه في عبارة واحدة قبل أن يؤسس هذا العلاج على يد أطباء أجانب. سيد قطب الذي عانى كثيرا في سبيل الله فيما نحسبه كان يتكلم عن قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. روح بالله عليك افتح في كتابه في ظلال القرآن على تفسير سورة فاطر واقرأ كلامه الجميل عند هذه الآية، وكيف أن هذه الآية لما قرأها في ظرفه العصيب نشلته ونقلت روحه لتحلق في السماء. بعد ما شرح سيد قطب قال عبارة رائعة، قال: إنه لم يتغير شيء مما حولي ولكن لقد تغير كل شيء في حسي. ركزوا معي يا جماعة، قال: إنه لم يتغير شيء مما حولي. هو كان مسجون أيام عبد الناصر وفي ظرف صعب جداً، ومع ذلك ماذا يقول؟ إنه لم يتغير شيء مما حولي، القضبان هي القضبان والجدران هي الجدران والمعاملة الصعبة هي المعاملة الصعبة. قال: ولكن لقد تغير كل شيء في حسي. هذه خلاصة CBT. حتى لو لم يتغير شيء في واقعك وتعامل الناس معك،
كل شيء يتغير في حسك عندما تحل الأفكار الصحيحة محل الخاطئة، فتنعكس إيجابيا على مشاعرك ومن ثم سلوكك وانسجامك في بيئتك. هذا هدف هذه السلسلة يا أخواتي الكريمات، كما ذكرت في الحلقة الماضية، تصويب نظرتك لنفسك ولعلاقتك بربك ودينك وللمجتمع من حولك. هل يعني هذا أنني لا أطمح لتغيير تعامل الناس مع المرأة وتذكير الرجال بأن ينصفوا المرأة؟ بلى، نشرت كما ذكرت وسأنشر في ذلك بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى أنك أنت عندما تتغيرين وتتعاملين بثقة وراحة وطمأنينة وهدوء، فإن ذلك ينعكس بإذن الله على علاقاتك مع من حولك وتعاملك معهم، وتعاملهم هم بالتالي معك، ردود أفعالهم هم على تصرفاتك أنت. وبالمناسبة ترى هناك أخوات بدأنا يراسلننا بأنهن ارتحنا من الحلقة الأولى في سلسلة المرأة، حلقة تحرير المرأة الغربية، لسه بنقول بسم الله وبدينا نتكلم عن أصل الموضوع عن المرأة الغربية. كثير من الأخوات بدأنا يشعرن باطمئنان واعتزاز وحب لشريعة الله، هذا من الحلقة الأولى، وفي الحلقات القادمة خير كبير بإذن الله تعالى. تمام يا أخواتي، هذا هو الهدف من سلسلتي، لست هنا لأناقش التفاصيل الفقهية. نعم أتكلم بشكل عام عن القوامة وحكمتها، عن النفقة على المرأة وحكمها وأهميتها، عن عمل المرأة ودوافعه وضوابطه، لكن لن أدخل في تفاصيل فقهية دقيقة، وإنما أحض الناس رجالا ونساء على التمسك بمرجعية دين الله تعالى في ذلك كله، وصدق الاحتكام إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما يروا جمال وحكمة ورحمة هذه الشريعة العظيمة. وعلشان نطلع من هذه السلسلة بأكبر فائدة بإذن الله تعالى، ياريت الله يكرمك، الله يكرمك يا أختي، تنظري لهذه السلسلة بنظرة إيجابية، بنظرة النفس الجماعي للمؤمنين. فشعارنا كمؤمنين ومؤمنات هو قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. طيب، ولذلك فأنا حريص أن أخاطبك مباشرة لتكون كلمات لك لا عنك، فأرجو أن تستمعيها وفي ذهنك قول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأنا يا أختي الكريمة أخوك، إن رأيت مني شيئا فانصحيني في التعليقات، انصحي واكتبي ما ترينه من خطأ، لكن بلاش، الله يكرمك، بلاش لغة أنتم الرجال. أنا يا أختي في كلماتي هذه لا أمثل الرجال، وأرجو تركز معي الله يكرمك، أنا في كلماتي هذه اللي بوجهها للمرأة لا أمثل الرجال، بل أزعم أني أمثل المؤمنين والمؤمنات، وما سأذكره من انحرافات فهو واقع من الرجال والنساء على حد سواء. فموضوعنا ليس رجل مقابل امرأة، بل ولا حتى ملتزمون وملتزمات مقابل مقصرين ومقصرات، يعني شيوخ بالكلام العامي مقابل ناس عاديين. طبعا أنا أقبل هذه القسمة أبدا، لا أقبل تسمية شيوخ ولا إسلاميين ولا شيخات ولا العبارات هذه كلها، لكن أؤكد وأعود وأقول ليست المسألة رجل مقابل امرأة، ولا ملتزمين وملتزمات مقابل مقصرين ومقصرات، بل أزعم أن عددا من المسلمات غير المحجبات والمقصرات في كثير من الطاعات يقبلن بكلامي وبتمثيلي لهن في هذه السلسلة، لأنهن وإن كن على معصية، الله يهديهم ويتوب عليهم، إلا أنهن معترفات لله بالذنب، محبات لله ورسوله، مقرات بحكمة أمر الخالق وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. وأقول لإخواني المتابعين، هذه الكلمات ليست لك أيها الزوج أو الأب أو الأخ حتى تأخذ منها ما يعجبك فتعير بها المرأة، أوعى بالله عليك، ليست هذه الكلمات وهذه السلسلة لك لتمارس بها الانتقائية فتطلب ما لك وتهمل ما عليك، بل أنا شخصيا على قناعة بأن كثيرا مما يقع من بعض المسلمات من أخطاء هو نتيجة لتقصير كثير من الرجال في واجباتهم، فإنه لما تخلى رجال عن رجولتهم تخلى إناث عن أنوثتهن، لما تخلى رجال عن رجولتهم
تخلى إناث عن أنوثتهن، ولما قصر الرجال في نصرة الدين انفتح المجال للدعوات التي تهدم ما حده الشرع من حدود وما نظمه من حقوق وواجبات. لما قصر الرجال انفتحت المجالات للدعوات التي تحض المرأة على رفض مسؤولية الرجل عنها ومعاملته بالندية، وإلا فلو كانت المرأة ترى الرجل يستأسد في الدفاع عنها وعن أمتها ودينها ونصرة قضاياها، لو المرأة رأت هذا من الرجل لاستهزأت بالدعوات الهدامة وركلتها بالأقدام. إذا أديت ما عليك يا رجل، أنت أخي المسلم، واتقيت الله في نفسك، فعندها ستضيق مداخل الشيطان ويكون أحرى بالمرأة أن تؤدي ما عليها. مفهوم القوام الذي سنتكلم عنه بإذن الله، من لوازمه، من نتائجه، أني لما أخاطب الرجل أولا، تحمل أنت المسؤولية، أصلح أنت أولا، أنت الوعاء الكبير الذي سيتسع للوعاء الأصغر. وتذكر أيها الرجل أنك إن استغللت الشرع لصالحك بشكل انتقائي في التعامل مع المرأة كنت سببا في فتنتها وصدها عن دينها واستماعها لدعاة الشر. خد بالك لما تتعامل مع دين بانتقائية، تأخذ ما يعجبك وتقصر فيما عليك تجاه المرأة، ستكون سببا في فتنة المرأة. فينطبق عليك قوله تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أسأل الله أن يعيدني وإياك من ذلك. فنحن في هذه السلسلة نذكر الرجال ألا يظلموا، ونذكر النساء ألا تكون ردة فعلهن ظلما آخر، وهذا هو التركيز مع المرأة. بينما إذا كل من الطرفين برر تركه لأوامر الله بأن الطرف الآخر مش عامل اللي عليه، أنا كيف ليش عاوزني أنا أعمل عليه وهو مش عامل اللي عليه، إذا بقينا على هذا الحال ستبقى الانحرافات تتراكم، وتصبح تصرفات كل طرف ردود أفعال على تصرفات الطرف الآخر، وتضيع مرجعية الدين، ويعني لا نصل إلى حل إطلاقا. وإنما جاء الوحي بخطاب متوازن، توازي يعني شامل للرجل والمرأة. فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض أحكام النساء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا رجالا ونساء أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الكلام مقدمة لابد منها، ويريت الله يكرمكم، أنا متأكد وحتشوفوا في الحلقات القادمة لما أوجه الأخوات ببعض القضايا، يعني أنت جاي تتكلم معنا، طب روح تكلم مع الرجال اللي بيعملوا وبيسووا. يريت الله يكرمكم، أنتم إخواني وأخواتي اللي حضرتوا هذا الفيديو، تردوا عليهم بأنه يا جماعة يا أخواتنا، إياد كان قد نبه على هذه المسألة ورد عليكم مسبقا بهذا الفيديو، انشروا لهم هذا المقطع الله يكرمكم، احتفظوا به عشان تردوا به على الإخوة والأخوات اللي حيجوا من نص الطريق وقولوا أنتم مين؟ نحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فيا أختي الكريمة، حتشوفي في السلسلة يعني في بعض الحلقات حاجات صادمة وغريبة، وتقول يعني أنت بتتهمنا، أنا مش عمال بتهمكم، أنت بتحكم علي، مش عمال بحكم عليكم، أنا مش في سلسلتي مش حقول للرجال ولا للناس ولا للملتزمات تعالوا شوفوا المرأة التي تعمل كذا وكذا، لا 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 لا، الكلام لك لا عنك. أنا مش عمال بحرض حدا يحكم عليك، ولا بحرض حدا ينتقدك، ولا بحرض حد يشوف إيش عمال بك تعملي، وإنما أذكرك أنت، وأنا بفضل الله تعالى ممتلئ إيجابية واستبشارا بأن هذه السلسلة ستغير لدى الكثير من الأخوات حتى البعيدات بعض الشيء عن تقبل الخطاب الشرعي عادة. ولهذا أتكلم بهدوء ومبسوط إن عمال بتكلم بهذه السلسلة، لأني مطمئن بإذن الله تعالى أنها ستؤتي أكلا إن شاء ربي الرحمن. هذا الذي أحببت أن أقوله لكم، ومرة أخرى نحن إخوة، أسأل الله أن تقبل منا ومنكم، وسامحونا على أي خطأ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.